هدومي وسعت عليا مش زي الأول خالص، بطني نزلت والحمد لله. يعني لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 58 سنة، وكان وزني 113، والبركة في دكتور أحمد بصراحة هو اللي شجعني وحسسني إن موضوع إن أنا أعمل رجيم ده مش موضوع إن أنا أتمنى عن الأكل، والبركة في دكتور أحمد بصراحة ما ادهشان، هو السبب في فعلا إن أنا نزلت 13 كيلو دولك. وعنده علم وما بيبخلش على علمه للمرضى بتوعه، هو من الدكاترة اللي عندها طول بال ان هو بيدي للمرضى بتوعه وقت كفيل، بان هو اي مريض يحس معاه ان هو زي مش دكتور بتاعه بس، لا ده الدكتور بتاعه واخوه كل حاجة، وربنا يديله الصحة، من احسن دكاترة التغذية في العالم العربي كله.